مرحبا، اسمي مرح الدالي من الطير المثلث، طالبة علم الإنسانيات سنة ثانية. علم اللغويات هو علم يهتم بدراسة اللغات الإنسانية، دراسة تراكيبها وخصائصها والتباين والتشابه بينها، وكيف بنحكي اللغة وكيف بنفهمها. وعلم اللغويات بنقسم إلى قسمين رئيسيات، قسم اللي بيهتم ببحث شكل اللغة وقسم اللي بيهتم ببحث معنى اللغة. إذا السؤال هو شو بنعمل، يعني شو المضامين اللي احنا بنخوض فيها في اللسانيات الإدراكية واللسانيات بشكل عام؟ أول شيء اللسانيات بشكل عام هو الدراسة اللي بتبحث في اللغات ونشأتها وتطورها والتفاعل بينها وبين الذهن. اللسانيات الإدراكية بالذات بتفوت بقضية شو العلاقة بين اللغة والتفكير، هل في فرق بين التفكير بين إنسان اللي بيتكلم بلغة معينة مقارنة بلغة أخرى. اللغويات بيمتد على مدى 3 سنوات، نتعلم فيها 5 كورسات أساسية، ومنها مداخل في علم اللسانيات وعلم النطق والأصوات الكلامية وعلم الفونولوجيا. أنا متخصص في اللسانيات الإدراكية اللي هو تخصص في اللسانيات، هو موضوع اللي هو واسع، يعني في اللسانيات نفسها ممكن الإنسان يختص في مجالات اللي هي قواعد اللغة، تطور ونشأة اللغات، الفرق بين اللغات والعائلات اللي بينها، بحر من الأبحاث. التخصص تبع أنا في اللقب الثاني والثالث هو في اللسانيات الإدراكية اللي تعنى بالسؤال شو العلاقة بين اللغة والتفكير، هل إذا إنسان فكر بلغة مختلفة إذا التفكير تبعه يختلف ولا بضل نفس الإشي، إذا استخدم نفرض أنماط معينة من الحديث أو من القواعد هل ممكن الإشي يأثر على تفكيره والتفاعل بين هاي العوامل. علم اللسانيات يبحث بكثير من الأبحاث، ومنها كيف نخلي الحواسيب تحكي لغة الإنسان المحكي، وكيف الأطفال بيقتنوا اللغة بفهموها وبيحكوها. نصيحة للناس المعنيين باللسانيات في الجامعة، أول شيء ننطلق من أنه إنسان اللي هو المعنى في اللسانيات بدل أنه فضولي جدا، لأنه موضوع اللسانيات مش موضوع تقليدي في مجتمعنا، فإذا هو بعرف أفضل معنى كلمة لسانيات وشو بدل معناها الفضول سابقه، والفضول صفة رائعة لباحث، مش موضوع تقليدي ومش موضوع اللي هو الواحد بتخرج منه مع مهنة اللي هي جاهزة باليد، بالعكس للناس اللي في عندهم هاي حب المغامرة وحب يعني الاكتشاف والفضول وعندهم هاي الثقة بالنفس، فهاي هي النجاح لجميع الطلاب والأصدقاء المتقدمين للتعليم.